وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فيه فوائد هنا، من الفوائد فضل العلم، وأن بالعلم حياة للأبدان وحياة للأرواح. فأما حياة الأرواح به فشيء معلوم، ولذا جعل عز وجل القرآن بمثابة الماء أو كصيب من السماء. وأما حياة الأبدان فلا أدل من قصة من قتل 99 نفسا، فدل على عابد قال ليس لك توبة فكمل به 100، فلجهله أو بسبب جهله هلك. لكن لما دل على العالم قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، فنجا. لو قال له مثل ما قال العابد لهلك. ومن الفوائد أن العلم ينسى، ولكن قوله هنا ونسي العلم عبدت هو ينسى. لكن ما هو هذا النسيان؟ النسيان على نوعين: إما الذهول، وهذا لا طاقة للإنسان به فقد يذهل عن الشيء، ولذا يقول الحسن البصري رحمه الله: لولا النسيان لكان العلم كثيرا، وقد يكون بمعنى الترك، وهذا الذي يلام عليه الإنسان. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، أي ترك عهدنا. أيضا من الفوائد خطر الجهل، وأن الجهل قد يؤدي بالإنسان إلى الشرك بالله عز وجل كما حصل هنا. من الفوائد أن نسيان العلم قد لا يكون بالذهول عنه، وإنما بقبض العلماء حتى إذا هلك أولئك أصحاب العلم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية البخاري: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد يكون نسيان العلم بالتشاغل عنه، كما ينشغل البعض بأمور الدنيا أو بأمور لا طائل من ورائها ولا منفعة منها. وهذا هو واقع كثير من شباب المسلمين، وللأسف ممن عليه علامات الاستقامة والخير نجد أنه بعيد عن العلم، مع أنه محتاج إليه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، لا سيما في هذا العصر الذي تتلقه بالناس الفتن والشبهات والشهوات. ولكن الموفق من وفقه الله عز وجل.